الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين قصت الكتاب كي رفع الملام عن الأئمة الإعلام حين الشغني الشيخ جوابه وكذا جواب أي وليه كلف فرقي وعيدك إيا حكم كتحريم كأه ويريد تحريمك وكقاضنين لكن وعيد كقاضمين سلاسو الشيخ وشوابي دينا وحن صمر رايدو شوابود إلا طبن وقارسين يا شوابها وقانا وكل يرانا يا وحينو وقا سيع الدين إنا مسلا الشيخ ينص الشيخ يقول صابصا العلم قاركودنا إلى هدين حديثك وحو خلاف سنة هي لقياس الأصول هدو قياس الأصول خلاف سنة هي لقاضن ما مروحي كعبران علماء وحو خلاف سنة أصوش بعض أهل العلم مروح كعبران الحديث مخالف للأصول أصول شو خلافسين يقول قد شيء إذا كتابك يصنى ضي إجماع ينتبه خلافسين مرنا وحي إلى هذان وحي خلافسين هاي لقياس الأصول قياس الأصول بو خلافسين هاي نوحل قد تلمام إياه أصول شلقوا يقال أنه كتابك يصنى ضي إجماع قياس كلا قياسنا يأيو خلافسين مركا مآلك سوح النغنى قياس با حديثك خلافه وما مآلك أدعي لكن وحيلة قياس كم باك حق بدنه أصوشي بقياس كان يكفر ليا كان كلا نوا خلاف سين على سبيل المثال قل يا حنفية ذو مركي قادم وعين حديثك حديث المصراح وحيلة ذين حديث كاسي ومخالف لقياس الأصول قياس الأصول المعلومة أصوشا معلوم كلا يقال نقياس كيدو خلاف سين بيه حين وجهي ذان وحد الذي لقوا هذا شيء قال قان دبايو هذو مثل يهينا إن مثل لقوا قان دبو هذو متقوم يهينا إن قيمة لقوا قان دبو أرن كانوا حلقوا هذا حق النصوص مرك قياس كنصوص تعالى قياس قاضنا يا وحي كان سنة إلا يا لبدي منا ما وعنا لقان دبايا نيف كان لقى مالي وحنا لقوا قان دبايا تمر مثلنا لماها قيمه السينما لما نكر فرقين قدر كعانها سلئقين امر البوحة ليلي ردها ومعها صاعا من تمر مركا كاسوك لوحة إلى هدين وحو خلاف سنة لقياس الأصول ما دام قياس الأصول خلاف سنة لقاضن ما مركا حديث كان وحو خلاف سنة قياس أصول معلومة لقى قياس قاطي أي كدغيان يجي أكتو ذا قطع وكلا كدغيان رمض مركا كتشوابيان وحي إلى هذان حديثك هو أصل بنفسي لفتي سؤال مدح بنين له قياسكنا مستند كيسو مروح النقضاء وحلقا قياس قاضنا إياه وح كتابك كسوغان أما وح سنة كسوغان أما وح إجماع كسوغان مركا رمضا قال وحا بيدا دي مركا الله يقول نصوص تفرع باب قياس كنغنا إياه فكيف يرد الأصل بالفرع؟ سيدي أصل فرع لأول الدنيا إنك استعلم ماذا قرأي كعبران قياس هو أصل أي لذا أصوش أحكامته وأفر والكتاب والسنة والإجماع والقياس أي أصل كدغان هذا ندي أفرته لباسي أصل سن هديب الله كعبر أصل هو كتاب قياس السنة لبدا كنا ندي وكسي دول بنيسي وكسر الاسم يعني مركا وحوي أنا ماذا قال وحي إلى هدين سي أصل كلور الدين يا بالفرع فرع لور الدين مركا قياس الأصول وحي قلت شذان قياس الأصول المعلومة أصول شا معلوم كإلا يقانو كتابك إيا السنة إيا إجماع لقو يقانو قياسك لقا قياس طي خلاف سنت مراد كي قلت شذان سي بعض قد كفصرين ساس يضابا لقات المامل قليها مركز صدى عبرين وقليها حنفية ذا أي عبرة خبر واحد كان مود الرديان وحيليهين حديث كأسوري يعني مركز الواحد العدل شخص كالي لو كالسوني هاي أسوري واختيانا والله أخبر يا مرنا لما أخبر يا. حتى مركو قياس كخلافه قلت هذان قياس كخلاف لقياس أصول هذان خلاف حيليه ومقبول الحجة سنة يا ولا أخبر يا
هدو قياس الأصول خلافه حلوك على قاضي يا راوي فقيه مية هاي مسمى هدو فقيه هاي مركانه والله أقبل يا بيلي مركانه والله أقبل هدي فقيه أنا أهين وفقيه أنا كش يقنين حالك عين كاسة تأشكال بين مركان الله ما أقبل يا بيلي ويوحى أخبرك كرتائن سها معنى كويل ما دام أنا فقيه هنا وحدع كرت معنه إنه كو خطأه احتمال كاسية ذو تشرع أيوه هذا نوح خلافه قياس الأصول كيف خلافه مركا احتمال كواسي حوجي سنة يبي له سأسأوي حرض النوع عصوك الله ما أقبل يبيه عن كاسك عبدا مركا ما هينه وذا ردين يان ما نا هينه وذا أقبل يان صح ذن واحد تهاي راوي عدل يلو كرسون يهاي حديث كأسوريه مر به دوس سجن هذاي مر اللي يبوا الله أقبل يان أو مركا قياس بو خلافه أما قياس الأصول بو خلافه لو ردين ماي ويا مسائشة قاعدة ذا النصوص طلقة قاضنا أيوة تي استثناءات بيا لنكرتها حين غنيس النص قادو كسا أروري إن استثناءات هاي نوع عصو كلا نغنيس نوع عصو كلا أي نغنيس وايح بس هذا أنا قدام بيسي أو تلمام يا شيخ دور كتلمام أي دور كعلى مدى حيوقع بيان لبقى يبوض والدور السبقي هي الدور معي دور معي وحلا إلى هذا والله بشر يوم مر إصلا دعية يعني مر بي وضع السجنان أيام مدو اللي بك كلو كحرين يهي لكن سابق يوم مسبوق مكلا له مكلا له الرئيان مر بي وضع حصيل أيام أدور معي هبل آبا من نقن إلا هبل إنا نقضي هبل إنا من نقن إلا هبل آبا نقضي الأبوة والبنوة تحصل معا روح أدانه روح بأو دالين المهو كعرتي آبا إنا نقضى waxay ku xidhnayd inanka inuu dhalo inankaas inaan inuu u noqdaana waxay ku xidhnayd inuu aabe u noqdo manay kale horeyno yaani mid koodka kale kama horeyo nooca maxaa la yiraahdaa dawr ma'i labada shay mid waliba waxa way mutawaqqifan cala al-akhar laakin mid waliba ka kala ku xidhnaado ee sharti ma aha inuu ka horeeyo yaani macba isla ahaanayaan isku mar bay dhacayaan سابق يا مسبوق مكر له كسوى صحيح وانا تشراه لابن مالك قال كان لقاه الله ما لكن واحد وش يقنا للمعلومية لفظة الدور إن شمل الناس دور كباطل كعلماء أي الشيغان مركي وحر الدين أيان كر الديان والدور السبقي أما الدور قبلي كي لقع بربا والدور كره الرين كل سنة ومد ولبك كلو كحرين يا هينو كهرية سدو كاسي ككلو كحرين يا هينو كهرية أي كاسين وح كحرين يا كلاينو كهران دعاء مكمد ولبا وينو نقضى سابقنا نقضى مسبوقنا نقضى وينو سابق كان نقضى كان هذا وينو مسبوق كان نقضى يقدم بيا كل افتيسة ما هالشيء كلا هذي كرتا شيء يقول مركي سان نسبة الشيء إنه نقضى سابق شيء آخر إنه نقضى نسبة ديس مسبوق ولا دور لكن waxa laga hadlayaa labadan shay ayaa mid waliba ka kale wuxuu u noqonayaa marna saabiq buu ka noqonayaa marna masbuuq buu ka noqonayaa marna waa inuu ka horeeyo marna waa inuu ka dambeeyo bimaana aqli ahaan suura gal ma aha shaygii ay ahayd inuu ka horeeyo haddana inuu ka dambeeyaa oo horeyntiisa adigu aad ku xiran tahay horeyntaadana isagu uu ku xiran yahay waxay noqonaysaa mid baatil ah لأنه غير معقول وماذا نذكر مركز الدور كبادل كوا نوع اسم يا يدبوا كعبير مسألة الدور بكرد عذيب لأن جال صاحب كيم يا مركز أدوه معنيه منصور نقرنيا لبدي بيت وعبير كعبير أي ما أستحضر مركز وحول وقعت مسألة الدور بيني وبين من أحب فلولا حبه لم أحب ولولا حبي لم يحب مسألة الدور بان الرحمة تقول أنا جي كان شعلا شعيرك يسوي شعلي يا هي أي سوي هران شعلا ذي هذين أهان له هاي متر تما شعلا ذين شعيرك أنا قلت شعلا هاي هران شعلا ذي هذين يشري لهينا يسوي ما شعلا ذين كيف شعيرك سوري يا سوي هري سو كان يلمك أي ما شعلا ذين هذان أنا قلت هران شعلان مرك أنا قلت هران شعلا ذي شعلا ذي بقول أنا ما شعلا ذين بقول هذان يسوي هران شعلان
إذن جعلك ما صورك هذا دور معي لقديم سبقي هذه لقديم وحنا نقول سباطل لكن حلقة يا بائن قوتي عبارتنا أقبري كرتوا إنه معي وشيء مركا خلاص هذا وحصوقات هذا ماشى يعني إجماع حديثك هذه حديثك أحد كألا معس كنا أيها هذا لقوا إجماعين سدا وكان صنايو إجماعنا وحو كتير سين أي تهي حديثك وحين نقول إذا حديثك الدلالة سال قرن مايو معناه كتير سين أيه إلا إجماع عليه رأ إجماعنا ما بحصل كرو هذا الدلالة حديثك اللي هيلين مركم ذو لبين وكر سابق النقطة شرطة الرابع وجه أفراد أن هذا يستلزم ألا يحتج بشيء من هذه الحديث كان يقول لازم سنة ألا يحتج بشيء إن الله حجيسان شيء من هذه الحديث أحاديثا كاملة إلا بعد العلم مركا الأقادود بديد موياني بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة إن أمدك أجمع على الصورة ذا. فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتج بها قيبته رأي أمدا سيد الصحابة وكراء ومبنانا أن يحتج بها إن حديث دريشة بل ولا يجوز كسو قرتاس أمبنانا أن يحتج بها حديث كينو دريشة من سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي كم غشي رسولك صلى الله عليه وسلم أفكيسي كم غشي إن حديث كدريشته ماذا أبنان تيما في أي قري لكن صح ذو حتى في مروح يوتي ما دا يدو حرف لغتشي مرنا وحيوتي ما دا يدو لغتشي دو اسم وأفكى لغت الماما أي يوتي ما دا مرنا وحيوتي ما دا يدو أمر لغتشي دو لأمر أي المؤنصة المخاطبة وفا يفي في بالأورنا يقبلي وفي مركلية في عهد الله في يا أمة الله عهد الله مركع عدي كم غشي النبي صلى الله عليه وسلم أفكيس كم غشي حديث كيني حجيسان كريم بكالالنس أين أبناني إدري شذان ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا بها وحكوا واجبا نكا رجل دون والمدين وكذا الرجلة ويذو أقبرنا تأمرك القدرة أنا لغف الصيح سأذ كتب اللغة كواركرت ويجب على الرجل حلوش إذا هذا بمعنى الشخص إن اللغة قاريلة يا اللغة مشي إذا سمع مثل هذا الحديث هذو مغلى حديث كانوا كلا وجد أقاده كثيرا من العلماء إن بدنا علماء كم ذي قد عملوا به حديث كأنه يكون عمل فلان وسيد أنا أقاده أو جدان كي علمي هذا كيف فسرته هذا مركا واحد وفسرته مركا وحويني تستهدفنا قد عملوا وحين نغني سند حارس ووجد أوجاده كثيرا إن فربضنا من العلماء علماء كم ذا قد عملوا به إن يكون عمل فلان حديث كوسيلة كو أقوى صدق أوجاده ولم يعلم له معارضا عن أوجان وحديث كان كهر إيمانه ألا يعمل به إن يكون عمل فلان أي مركا كيمانس حتى يبحث هل في أقطار الأرض من يخالفه إلى أباره بلد ذا للك ما كنت سجيا هاي عد خلاف هاي سحديث كان إلا وتاس وباره إنه كعمل فلين أي كدرنس وأنا لازم باطلة لازم باطلوي كما لا يجوز له سيدنا أقبرنا أن يحتج إنه حجيسته في مسألة بالإجماع مسألة إنه إجماع دليل شذا سيدنا أقبرنا إلا بعض البحث التام بارس لما يستران إنه بارمو يعني بارس لما يستران إنه أقواش علماء وصوب باره دبديد مويه أو سوى يكقو استوى خلافي موياني سانو إجماع وعمل فلكرين أيانو حديث كان وعمل فلكرين وإذن مركز بها ضعين كاستهي يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبورا يا حجيستك اللي حجيسنا يولد دريشنا يا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وعكبرا يا بمجرد خلاف واحد وعكبرا يا شخص كريا أو علماء كم ذي إنه خلافي كريد بكبرية هل عالم إنه خلاف كبرية واحد كاسو من المجتهدين المجتهدين تكمل فيكون قول الواحد مبطلا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون وحن غنيا قول الواحد
شخصي علماء كم إذا هذا الكيس مبطلا مدبرين إياه لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مدبرين إياه أي لغنية وموافقته وافقتان كمركا أوافقه عارم كاسي أوافقنا محققة من حقيقتنا يسوسوك يسين لغنية لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من حقيقتنا يسوسوك أي لغنية. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ هضوء هذا أما مركو أهاضي ذلك الواحد الشخص ذاكري قد أخطأ مد قفي مركو أهاضي صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن نقول يا خطأ إيسا أما قفكي سأو قفي مد برنا يا هذا رسولك صلى الله عليه وسلم مد برنا ينقل يا وهذا كله باطل من الضرورة قال صلى الله عليه وسلم لما أنتي ومد باطل أه ضرورة أيان باطل كويها حالو ضرورة كل يهان يهاي بطلان كيسو أو من ضرورة لقو أقي هاي عن مركا وحوي كرشادة صالة قرنا يلسك الدافع كريم فإنه إن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صابتنا وحي تهي فإن الشأن أرنكو إن قيل هدي الله يلاد لا يحتج به حديث كلمحو جيسنا إلا بعد العلم بالإجماع مركا إجماع لأقادي دبديد موية كهر لمحو جيسنا ها صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع حين غنيسا نصوص تصنت أي كتصنع يسو أحكامت أي مسائشة أي كتصنع يسا مت كحرم إجماع كحرم وإجماع لا أنت وحوه كتصنع يسوي وحلقة قاضني أنا مشرو لما نحو جيسنا أنا ذاتك قاطعنا واجبكم معها عمل فلك اللي عمل فريا نصوص توحابي كحرنان يسابا إن لغو إجماعي وكأن أنت إجماع دعين أما إجماعاً لأغان أما وقت إجماعاً الصورة قال أهي سيد وقت النبي عليه الصلاة والسلام وكلا إلا إجماع ما الصورة قاله إجماع وحكو حليني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمل كنصوص محيطان ومضى الضنبئ وهين ينمي صدر الأول محيكو عمل فريان إذا أحكامته ومدى كالدوان وصحابته إني دريشته وبنان لكن ذاتك الضنبئ وما بنان تفريقا سمح ودليله ما كتابة تسي ما صنة تسي ما إجماع تسي ما قياس صحيح الله هي ما أصارت الصحابة كو سارتي يا هدي سأل وكلا فرقينا محاك لفرقيي ما المفرق صارت دلالة النصوص موقفة على الإجماع وهو خلاف الإجماع أرنها سنة وحو خلاف سنة إجماع مرهد إجماع خلاف سنة هنا وحو نغنو يا مد باطل أنصحها وحينئذ فلا يبقى لنصوص الدلالة يعني مركز بسداس اللي يلهده نصوص توحت السن أو أحكام تأيكت السن يسو يا أو أفهر يسو أباقي نغني سمجر وهي الدلالة دي يحجي يدي احتجاج كما وحو كحرنا ضيئون إجماع أي كحرنا ضيئون تاسو كحرنا فإن المعتبر إنما هو الإجماع مركز وحو نغني يا وحا معتبر كلا تحقرين أي اللي إيقيا إنو نغنى يبس إجماع كلي إجماع كلي إنو نغنى وايه والنص عديم التأثير نص نوح نغنى يا ميدان مركا وحوية السامين إن بالهين وجوده كعدمي ألا لوح التأثير يا لنا يا نوع تأثير مركا إجماع الله دي مركا أريكو بكو حرية هاي إجماعون ومرك إجماع اللي هلنا مرك أن غنا يوم ذو حكتو صنا يا مرك إجماع اللي وياه أن وحكتو صنا إنه إحنا لقى قادنا التبرك ليس جا آخرنا بركاهن وليس جا سياسنا يا ميا والله آخرنا فإن قيل شيخ وحده رحمه الله هدي اللي يلهده مرك علماء الصو نحتي بكسميين فإن قيل ضئي شوابت ذئي فانقلا يلهذن فانقلا إذا بس ملأي اللي يلهده يا بس ملأي حمد لأي أي وحلا إلى ذا يعني فنقله يا يبل كفئي بلا كيف لا قرض معتزيد وحكصم أي النحت مركز يبل كفئي له بل كفى مركز حولقة لا حول ولا قوة إلا بالله حسب له يعني حسبي الله وحول شيخه فإن قيل هدي الله إلى ذو يحتج به حديث كوال حجي سنة إلا أن يعلم وجود الخلاف إلا أقادم وياني
خلاف إنه شرع اللي أقدم ويه ولا حجية سنية حديث عليه. فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص. حنقنا يا شخص كلي هذا الكؤي لي شخص جا كليه من الأمة ومضى كم ذا مبطلا مدبرنا يا لدلالة النص نص كتوسنتيسة مد مركب برينا ينقنا يعني حكم كأكتوسنا يا الله جم قاضنا يا الله عرنا يا يعني وح خلافه شخص با خلافه علم ذا كم ذا دلالة ومثلث الدال دلالة 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 صدح وشمد والباء لغة هم وصح لكن كرلقة أقو فصيح صن. وهذا أيضا خلاف الإجماع كان نقشة نكون نغنية أي إذن أيضا بيكرلقة أنتم معترضة حال إلا قرلقة أنا وليعك لها حال أن نكون نغنى آيضين خلاف الإجماع إجماع من خلاف سنوي وبطلانه معلوم بالاضرار من دين الإسلام باطل لمدي سنة وقول كان باطل يهينا ومثل لقوا أكسون يهي ضروري لقوا أكسون دين إسلامك لقوا أكسون شيخه وحالك كل شيء يا حجة قوية حجة ذا سوحيطا هذه اللي يلاه أحاديثتي مسائش اللي يسكو خلافي لو محجة السنة لو أزين باطل وكرر لنا يساء أي شيخ سأرورينيا وحالك يا أبين لي لو أزين تنمحل له سأرورينيا ويستطيع علماء الهدان لازم المذهب ليس بمذهب مذهب وحكا لازم يا مذهب ما إلا إذا التزمه إنه يسوي صاحب القول أما صاحب المذهب إنه التزامه ولازمك أقبله وإنتو أقاذي دردنا أقبله مو يعني لوازمت أن اللوازم أقبلين ماها عدي هذا الكنتري إذن محاله سأرورني حال أرنا يا لوازمت مركب علماء كهالليان لوازمت روح السبا اللوغو قبنا ياسين اللوغو قبنا سلا ذا وحلو بهين لفهم سل اللوغو قبنا مايو حكم كاللازم كاسكين صنيو روحي اللوغو حكمي مايو لوازمت قاركود با وحيالها قاركود كاللازم ايا وحي نقونا ايان لوازم كفرية لازم كين صنايا قالنا هذا الشخص كاسيري لازم با كردارنا ايا لازم كأكد على نعيا هذه اللو قبته إحنا نقول يا بقى علمه ما لقوا حكومة يا قال لمدي ما يا لقوا محكومة إما كبعض أهل البدع مركب يحوي أشياء ذا غيبيات كوحكم إذا أي دي ذيان أما صفات كإله يوحكم إذا أي ليهين وحوي و واجب وحاين الأوله أي ساليه ظاهر كذا إن لقوا حمبارانا مسورة بكرتون لوازم كفرية علماء ذكر سؤالوريين وكرر لنا إسحاق الله النعاسة هذا مرته وين وحوي كتاب كي السنة دي بيان كإعدين تلاقو ترق علي هنون أنت يا قرآن كي الله يري إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوى محسوق لي حق اعتقادك حق عباداتك حق معاملاتك حق مركب وحوي السلوكياتك أخلاق ذا قيس والباء سيدا أقول قمنان تبضنا أقول توصنان تبضن بكوهر النيوي يهدي الله إلى هذا كتابك يا السنة ظاهر كود وحي شيقيا كفري القرآن كان أوليب إلهي كم مقعابي تبيانا لكل شيء والباء وعضيني يا والكتاب المبين وكتابك وحديني أضمرته ومبين ما ها الغاز هل حرال يالما هل حرال وحو كل سنة هذه يشير خلاف الظاهر سيدا قفك الله تصايو يعني وحكا الدوان با مركا لغاية أبا إن لغتش سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة داهي لتبين للناس ما نزل إليهم أضمرته نبي قوها أفصح الناس تدك كوقف الصحة بها يقول بيانك بضل يجواب الكريم للسي ونها أنصح الناس تدك كون نصتي حدا بضنا وغشك إيا اللبسك وقفك إن شاه بضنا وقنا بيانك بضنا وقو علمك بضنا أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له وقت النبي قول عليه الصلاة والسلام الله أنا وها أصدق الصادقين ومن أصدق من الله حديثه قول كيسوء ها أصدق قول هذا لك أقرن تبضن
هذا هو أنا قبضاً. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أحسن أحسن حدي لا يراه ذو وحكبوها ظواهر كفرية وقال لنا التشبيه وأن إنبا وحب بيانا يعضينا أن الراعين نبي عليه الصلاة والسلام وقت أمض أباهنايد إن لو عضيه وما عضين لي لهدو إلا ضدك وحويا مركا سوء إسلامي قار كتبه والثنيين هانشري قار كتبه أهل الكتاب هانشري قار كتبه أعرابيين هانشري مركا جافة يا اسكو أخوان ما هي مركا سوء إسلامي يا اسكو قرشو ما هي مركا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم نصوص تأي أدلة سألوا وشي قتري ونبي الشيخ تري عليه الصلاة والسلام أنا رجل الظاهر خير اعتقادنا مراد كيد وحي خلاف الظاهر ودتك اللو الشيخ أيو أي كم يدين كوي ريرا كوي مركا وحان يعني واوينا كوي رهرميق أها كوي رهرمقالك أها دمركي يعني وحوية مركا نعوه لبي كتران قال صلى الله عليه وسلم لماذا كو عصبي كتران دي لازم كقدرنا يا وحي تهي يعني لازم كفرية وبابك اعتقاداتك وحا وكشيغي إنه أحسن الكلام أهيد هذا الكعضاء ومركا وناك بضناء إنه أهيد مركا وحوية اللوازم كفرية أي كائمان نبي قلنا إنه مركا وحوية عضين عضين تي ومضوا أيوبا هنايد إلا الشريعة دي سوحي مركا خصيصا إلى آخر الزمان كتاد كائمان دونا هديبا اللي يلادو إنت المركا لتشوك تيوا قرني إسي صحابة دو ومضى الضمبئ من يسمح الله قتل قلبي نبي وحوح عضينا يا إذا العيد الله صادرنا بركب بيان كافي إنه عديوي قرسين لما يسترين وقرسي لا يجوز تأخير البيان في حقه يا عن وقت الحاجة نبي نسبة ديسة بيان كإنه كذب لقى وقته ومضى أباها انت هاي مضى بنان ما هاي وحالنا أكسرنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه قرسي البلاغ المبين ونا عدي عضين لما يسرى مركا دينا نعضين خبر كسال لك الشيء قايو أي كان لازم يس حكى لازم أيه أحسن الكلام إننا وهاي حكى لازم أيه إننا مركا وحول التي هي أقوى من باب الاعتقادات أن كهر منه تصنوا كفر لكن هو لازم أي التزام وأقبل قل يها هذا الذي ظاهر ككفر أيدي يوح لم يتكع ولازم أن أقبله قاركود نما أقول لازم كاسين هذا الكل لازم أيوه الذهول بك قصنا مركا هدي لقي إجا يحق حكم كقفك لبو حكم أيوه قفك لازم كله مقبط لكن سين لا بد والله مقبط هذا سيد أهل العلم يقول شيئين سيد الله ضوام حي باب الاستدلال مركا تهاي وحلا دليل شنو بطلان كقول ككلاء لأن لجو إفسد لجو عض يستئن باطل يهاي تاوى الله قبنا يعني. لكن مركي ليه لازمك الله قبنا ما يلازم المذهب أنه ليس بمذهب إلا إذا التزمه وحيكسى بصمته وحق حكم كشخص قال له حكم آيه لازمك أسادي حكم أضاق كرنا أيه الله قبنا حكم آيه وينوع شبهات بس يقول كرتها والحدود تدرأ بالشبهات سيد العلماء مركي كو إجماعين ابن منذرنا إجماع كسو النقلي ويه مركي باب الاستدلالات علماء احتجاجك مركي لقاها الله آيه لازمك والله قبنا يا ولقول حجة يستمي يا واللود اللي شن يا سيل لو قعد يا قول كود إنه باطل يا هاي سيل لو إفسد هل ورنا يا لازم تنوع صبات الكعبة كذلنا لازم كباطل كما دام وكذا شينا ملزوم كأكل لازمينه والله ميد لأن ما لزم منه باطل فهو باطل وحب باطل كل لازم هو باطل استدلال كنوع عنه كلا علماء الأصول كمركز كهالليان وحلا إلى هذا مسألة تلازم لإلى هذوين تلازم بل إلى هذا واللازم الحق حق واللازم الباطل باطل حق ويحكى اللازم حق من غنية ما دعي كرتو حق وحكى اللازم أنه باطل نوضا أبدا ما دعي كرتو باطل ويحكى اللازم أنه باطل من غنية هذا الشيء باطل أمرك اللي هو كاللازم إياه هذا كان حق لوقب إنه يهي أما الشيء حق لموذا إياه حق أهين قل لازم كربعة، أما لازم كلي وكل لازم يا من كل لازم قل لي سموت سي، وأن كل لازم لما رب ضبع بعض أشياء حقا إلا يصير هذا لازم بكرر أنا يا باطلة، وفي نفس الأمر أنا كرر لازم كباطل،
أي تيمين قبيل توهم شيخ مكة وحوت المميا هدي لا يلا هذو أحاديثي أحد كأحيد لقمة قاضنا يو وعيد كي لقد دليشن ماي أما التحريم كي لقمة دليشن أيو أما وعيد كي لقمة دليشن أيو وتلمام أيو أرن غيبية أرن غيبية كتعلقة وحكرنا لنا يسا إننا حديثة أحد كي لدليشن كرين مويان إلا أقاد أمدو إنا كو إجماع ضي الصورة أي كو إجماع ضي صورة مركي كو إجماع ضي الصورة ذا بلود دليشن كرا حديثك أحد كواحدي عكرتين حكم عام الشيء قايو صور بذنب أنا أقول قليا صورة كاستوين إجماع الله هيا مركي لو دري شنو صورة إجماع بالله على سما يدو دري شو لكن تكلا مركي الله متكأ يدون عموم كسوق وذا قليا إجماع ما هو هيسا ما يا هو دري شنو هذا لكن تنها ضد مركي وح إجماع هو هيسو ودري شو ولا لازم باطلة ويدك حجده ما هو حيقوقن طيب نصوص تا مس إجماع وقت الذنب حصيلة مركي حجده وقوقن طيب إذن الصدر الأول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي والنوراء تأجمع مسوروبي وإجمع سيسة وصين صعد ينوح وكوح لنيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ممكن وقت قدعاء وقت الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يدو النبي قلناه ليهي وانو لمنين إجمعينو لعا مسور قالها ويهديب الله فرضيون لقدروا الصحابة وحسكوا وافقين نبي يقول مركا حوين هدوا فقصين يا هاي لأن الصحابة الرعان وما بها هنيه كري يجيب هذا الكيس حجي يا هاي شير الكيس حجي يا هاي إلا إذا هذا الله رتان كعدك لله قول الله رأي ذو حجك النقضي مصورة قلها هذا النبي يقول فقصينينا وأرني الله فرضين يقول لقدري لما مصورة قلها يا حجاته مركا فائدين يا محايتة هذه النبي يقول مركا عن وافقين مركا أساس أودي اجمعوا حكوحرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لازم كقدرنا يا وحي تعال عدي أفك النبي صلى الله عليه وسلم بصوت كالنبي عرب كالنبي كقادة حديث كاس كما عمل فلي كرتيد إلى إجماع كوصحه إجماع مركو كوصحه وضادي واكوب بنانا تمر هذيك لو طريق ومسدود بس كفر إجماع سو ها وبطلان كيسو وأوضح وحكروا كل لازم يا شخص يهدو حديث النبي مقله عليه الصلاة والسلام أول ما أركع ولا ما فرب ضن وكو عمل فلين مركا لفت هذا إنه كو عمل فلا وما بنانا إلى ما إيه وصباره بل هذا بلد هذا إسلام كم تشرى شخص علماء ذا كم بدو حديث كان خلافه يسدو كان صدين ويهدو شرط النقطة إجماع أجادة تروح على إذا الشك في الشرط مانع إن شرطي قال لك الشك هي وحيكرد قنطاي مانع أو كلا يكرد قنطاي سدي مذهب تقاركودا قاعدة قليان قاعدة من قواعد الفقه يقدرها بعض المذاهب ويتحقق الشرط شرطي إلا حقيق سدول لأجاده الله له بشيء وكحر ماي شرطي هدي لك الشك هي أما بالآن أن لا أقون سن لأجان وحن نقول يا مركز شرطي إلا وايد كأنهم شرط ياسين مفقود يعني حديث الله يرهذنا وحبورا إياه حديث النبي إلا حجيسته وحكبورا يا عالم كريم وخلافه مركز شخص كريم هذا الكيس وهذا الرسول كبرين إياه هذو يصدق وافق لهانا يعني مع باقي الأمة وحن نقول لها مركز وحميد مركز قول النبي قو ومركز سوق أيوه أو حقيقين أيوه وحجن مديس مركز سوقنانا يسو تاكو حقيقو بيس مركب موافقة سيا خلاف كيسا وحكو حرين بأ دو الشخص كريو خلافي هذا يصدق وافق لها حديثكم حن نقول لها مركب سيا حجة في المسألة مرهدان وافقين حجكم النقنا مركب ما الشخص كريا قول كيسو كبه أور بذن يهي هذا الكي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يصدق خطأنا خطأ إيسا برين إيه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يا وباطل بالضرورة يا وحكروت الممشيخ إلا يلاهدو حديثك حجيدي سوح يكون حرانتا إن إجماع لأغادو دلالة النصوص تبقى إجماع يكون حرمس تاسنا وأرن إجماع بخلاف صن إذا معتبر كوح النغنى يا وحلا تحق لنا إجماع النصوص تماها نسك روح النغنى يا ميدان السامين بكل هاي الحقوق يا يعني السامين مستقلة ميدان كل هاي وإسكي أنو السامين
على كل حال الشيخ وعدي وحول الخامس وجه الشناد أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو يكتفى باعتقاد العلماء والشيخ رحمه الله وجه الشناد أنه إما أن يشترط أما وإلا الشرطية في شمول الخطاب عموم كحديثك اعتقاد جميع الأمة ومدر لما انتذن اعتقادين أي عقيديين وصلا رميستين للتحريم حارنت نمينت أي رميستين واعتقاديين أو يكتفى أما وإلا وكافتما باعتقاد العلماء علماء ذو اعتقاديين أما وإلا وكافتما لبدا مدوي فإن كان الأول هدوية هيك الله شرطنا يا الأول أرنك هره هدوية أو ما الدور لم ينهي وذي اعتقادي سو لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم يعني إجماع أمة الدور لم يكون إجماع عظيم وحتى العوام إجماع يكون شرعي واحد أمة كم ذا علماء عامتهن عد خلاف سنة الله أركين هذه الشرطية ما بناناتين اللي دري شدو تحريم كله دري شدو أحاديث توعيدك حديث توعيدك شريس إلى اللي أقاده إن أمة دور دمين كل قد أيارن كاسكو وافقين حتى الناشئين بالبوادي البعيدة كل يكون تهي كو خبر باري كو كري باديها فوق ميلها باديها مركا مقالوين مركا علمي قبك فوق كو خبر باري كل يكون تهي إنا مركا وافق سيهين إلى اللي أقاده أي حران وقبان يو الداخلين في الإسلام يكون إسلام نمذا سوق علي من المدة القريبة وقت الدويت سوق علي يقول أين يوافق سيهن وقد اعتقدوا أن هذا محرم كل قد أي وذا اعتقاديين جميع الأمة لما نعد أشهادة تورمي كل قد إن يساوي وذا اعتقاد سيهن يا أجمعون أقطعون أبصعون روح مخالفة عن لهرين إن يساوي اعتقاديين اللي قادم وياني كل قد وعد أين خلافين لم يحج جيسان كراكا دالنس وهذا لا يقوله مسلم أرن كان أرن مايو روح مسلم أرن ماي بل ولا عاقل روح عقل لأرن ماي فإن العلم بهذا الشرط متعذر وهي أقالك الشرط قال لأقاداه وميدا السلوبك هذا التقديرات كاللقو قدرتك إسلامك وابتر صدي أحلق الشيقاء هل بليين يسديد بقل وقت إذا قار كودنا وحي هل بليين يتضوى بقل وقت إذا قارنا وابا لقصي رب ديها هذا اللي باب بليين وحكو بيهدد ذلك الإسلام من ماذا أقاب ترصدي عدد كود قاريا كل قد إلا أقاده إن التحريم كوذا وافق سيه وأحد خلافه أنه كتشرين بشرط يروح عقل المرنة مرنة مرنة كرتبه مركا إنه حوية اللي أقاده أرهن طاقضة بشرك كبحسن سأسويد بشيخ ويلي فإن العلم بهذا الشرط متعذر مرنة متعثر ومتعذر ومستحيل وماذا المركز دعي كرين اللي أقان كرين قول كودنا ماذا لو ذا كوبي كرو رأي كودنا لو ذا قران كرو وحي كقبان روح والبا شخصا شخصا لو أقان كرو ملك استيت شوغان ما أهم ما ندعي كرتو مركز وحي نغانا يسادي طال وحرو أحاديثة مركز وحي يعني لما با دليل شنكرا أصلا با يا ماذا المركز هذا دليل شنكرا ربا ما با أهبا ee wax weey dhamaan ahadiisaha la wada laabo wal laazim ka ka dhalanaya butlaankiisu waa iska cad yahay wama laazim minhu baatil fa baatil wayn qila yuqtafa bi'i'tiqad jami'i al-ulama hadii la yiraahdo waxa lagu kaaftoomaya culimada dhamaantood i'tiqadka i'tiqadiyin bal lagu kaaftoomaya inta la shartinayo in la ogaado hadii culimadu u wada qabaan in shaygaasi xaaraan yahay markaas loo xujeysan kara hadiiska قيل له حلق أرنيه إنما اشترط إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد يشمل أما يشمل وشمل يشمل باب فرحة شمل يشمل أما باب النصر شمل يشمل لبدوا فصيح حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان مخطئا حسنا أشرط
oo kaliya digtooni aad ka digtoonto ka baqayso daraadeed inuu waciidkani camimo culammada qaarkood mujtahidiin ah haba ahaado mid khata'aye oo mas'aladan khilaafay baad isiri waciidku soo gudageli doonaa markaasi aanu waciidka u soo gudagelin baad u keentay shardiga noocan ah oo aad isleedahay culimmada ka badbaadi waciidka وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة وعيد كأنه كبد باديانا وأن وعيد كالسوق ذا قرين عالم كمجتهد كأهنة أو معذور يا هي استقى مركا معذور لماذا ما كوبنا سيدو عالمك معذور النغان كرا عامدنا معذور النغان كرتا عامد مر والبن يكد ما بين المخالفة ما يا وقت يدقى بين يكد ما بين مركا عدي معذورة أما عامها النغطة أما علمها النغطة ده وعيدكم مع مما يوم وعيد كان مسوق ذكريا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العام أرنقاسي لفأهان تيسو بعينه وحلوك هنا التوكيد وأنا فصيح وهذا كان بعينه لفأهان تيسو موجود وحكس غيها في من لم يسمع كيان مقال دليل التحريم حارنت نميت الدليل كذا من العامة حاله مركع عام ماذا كمية تدوينها قود وكمية دي هاي عن علمي قالها فإن محذور الشمول اللعنة لهذا لعنده إنه عمي ما يسو بغشادة لوغة بغانا يو لهذا كان لوغة بغانا يو عام ماذا كمحذور الشمول اللعنة لهذا لعنده إنه عمي ما يسو بغشادة لوغة بغانا يو لم يتاهي لهذا كاهوري ومركع وحايا يساقنا مجتهد كه. ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال كما نبت بادين إلزام كان إلا يلاهده ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين كاسي سقو حكم ذا هذي أمد كودي ووينا حق قدر كي شرفته إيادت كي مركز الصديقين تاها الرنشيق قبضنا كودي مركز فضلي قالها فضل ذاها أي كم ذا هذي عالم كاس وهذا كان عام ذاهنا من أطراف الأمة دعا لذا أمد كم ذي هاي فردي وأفراد أمد كمدة مي الفضل يكاسلية هاي مركب حمرة فإن افتراقهما وكتشواب يا شيخ تاسنا وحول فإن افتراقهما كالتقود أي كوكالتقين من هذا الوجه وجهها حق فضل بضنانتا أي إن فضل بضنين عالمكم فضل بدي هاي كالنوى حوي أحد الأمة أونو كمدة هاي أنا فضل دي مركب كمدة هاي علماء دي وجهها إن كوكالتقان ها لا يمنع مدي ذي اشتراكهما في هذا الحكم وذا جود حكم كان أي وذا جيان إلا عذرا أو وعيد كل بعض مدنا باء آن ومركا وحوي كل عين أما كل رمبي يعني فرق تائن كوكر يشان كصاب صن حاجة فضل جاي فضل أنت يا حاجة اجتهادك اجتهاد أنت ما كان صن يسوع حكم كان إلي كوكر الدوان هذان ما دعك رتيا وتأكوك الدوان هرة يعني تندم بس كذا ميت كيهين وميت ولا معذوري أنا سيعطيني فرنا واقص وشاقي أو حتى المامي كي عن تحريم كم مقلين أو عام ماذا كم ده تين جهل قال له عذري يا وإنما الحد على من علمه أساس وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون مركا دجال كحنا وان كان معذور وحدان وقين ومعذور ويهينه لما أرنا أيه وعيدك وعممي فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ويا الله استغفر من كان نزهان وكدير سيد وقلنا في عالمك مجتهدك أو قلنا في إذا أخطأ أمرك وقفه خطأ إيسا وقع فيه وقلنا في يغفر للجاهل إذا أخطأ وقلنا في كي جاهل كاين علمك لهين مركو قفه وأو ضافيا ولم يمكنه التعلم إنه علم جبرتانا أنو السوربي إنه أرنك أوجادا لبقى يدبو إسق أودك كوا وإنه المركب مركب هو رمس هذا أنو مقل أنو علم ولا حي مر لبات كعلم جو هريريه سكو يلا وأكتي سكب حيا وإنه أودك كفر إسم علم جهدا أنو السور قال هاي بادية بعيدة وكروت شوقة أما وحوي دائم كابو الصوء إسلامه وقريب العهد بالإسلام
أو وقت كافي مساء عشاء وكبرت مهرين توح نغني معذور معذور بنغني. بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة. وعشيخ يلي لباتضى كحصيلة يسوكرنا لنا يسا شخص كريا فعل كأو السمايو أو عامدة كمي الشي حارانا أو السمايو لباتضى كرنا لنا يسا شخص عامدة أهو أن قرنا إن الشيء حاراني هاي أين أنسورو بينن قرشاد أرنكا أو قرتا أما وقت يوصع إسلام الدوان شهر دويد بيوصورو بويدي أما علمي إنو كفقي هم مال مركا وحوية علمي كدرق سنو كودن يهي علمي إنو أنسورة قل أهي أي مركا أقصورو بويدي وكيرتا هاي إن فربضان لباتضا كردان إسا أي ماذا قار كود يعلم ماذا قار كود إنه مسألة حارانة بنيان وأيو ده شخص كان عام ماذا الشيء حاران تليمي عن حاراني ماذا نقرنين علم يقول أن أسره بينين لباتضي سقى كوكو بنت يا ولباتضي مفسد قاصرة علي سقى كوكو بنت مقاصر لكن عالم كان مركب فتوانا يأرن كان وابنان تهي حاران معها لباتضي ما ميت عدية يسوي سقى كطلابيس شخص كيس كوكو حيوجد بيسا وطلابة يصدقك كله. مركو فتوى ده فتوى دي صدق بدل ما كو عمل فلية. أرني الشيخ قبل بايروا بنان تهاي وحمله. ده نص دي أقولك ماي. يعني حلال تهاي أقولك ماي. أقل بكثير وكير تهاي من المفسدة التي تنشأ لبعض ذكر لنا إسا من حلال بعض الأئمة أي ماذا قاركود إن حلاليان. حلال ومسترك أحلى. تحليلنا ومستركي حلل ألا مستر قياسي ساقر نيسان لما قد حرمه الشارع أي حلاليا شيء شارع حاران تنمي حاران كياري وهو لم يعلم تحريمه أن أغين عالم كاسي أم إمام كاسي تحريمك الشيء النبي عليه الصلاة والسلام حرمي أن أغين ولم يمكنه أن أسره بن عالم كان معرفة تحريمه حارنت نميتيسا والنبي عليه الصلاة والسلام حارنت نميي إنه قرتانا أين أسروبين وحديث كمركا الشيغية دي مسو قارين بلت كيسان القمهين إنه كم قاني حديث كاسين مؤغين يا إصاقنا ذا حوية دي قواعد دي أدي الذي كلا أيوة يا غير ولهذا قيل احذروا زلة العالم فإنه إذا زل زل بزلة عالم سيداس درادد با وحلو يري احذروا كدكتون هذا زلة العالم زلة العالم عالم كالسنبر حديث كدكتون هذا فإنه إذا زل صابت وحي أهاتي مركو عالم كالسنبر حذو زل بزلة عالم وحكو السنبر حني سنبر حديث عالم لما كو السنبر حني أحلو إذا زلة العالم زلة العالم عالم كالسنبر حديثه وعالم سنبر الحوذي يعني عالم ضمي سنبر الحذي أيو كريم زي الذي سوى الوعم الفري وقال ابن عباس وحويلي رضي الله عنهما ويل للعالم من الأتباع وحوصق ناضي يعني هلق وحوصق ناضي عالمك من الأتباع حق أتباع ذا حق سأيو قصق ناضي أنا وحوجة شيء ذا عالمك هادو مركا اجتهاد صائغ أرنك قصة ما يجي واحد دم بيو قوي مني مش لكن هادي وحوي صقو اجتهاد كي أنا مركا الله وضع إيمانين النوع تقصير كتر لكن صقو قبي إنه اجتهاد كودني أي حكم كي كدك دقي ده نو فتوى ذا النبي صلى الله عليه وسلم هادو تقصير مركا لي ما دو إنه مركا دم بابي ومتى قصر مجتهد أثم وفاقا مركا وحوية مجتهد والتقصير لي ماده وأدن بابي حال يسكوا فقصين أثم بن غني مركا يسقوا التقصير كاجتهادك كليمي
ayaa laga yaabaa in dadna ay sii qallitaan oo de marka hadalkiisii sii raacaan. Xaaladda de waxa weeye dadka marka fatwadiisii ku sii camal falayna de dhib baa uga imanays. Yaa. Man uftiya min ghayri sabatin fa innama ismuhu cala man aftaah. Waa ta xadiis lagu soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa loo fatwoodo oo cilmi la'aan loogu fatwoodo sida ijtihaad saa'iqa waxaan ahayn baa loogu fatwooday. Dembigiisu wuxuu saaran yahay cidda u fatwootay. Yacni ruuxan marka waxa weeye caalim ahayn baa iska fatwooday noocaasay soo gelis. Yaa ittakhadha annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftaw bigayri cilmi. Hadduu caalim yahayna taqsiir hadduu la yimaado ayuu aasim ku noqonaya ku dambaabaya. فإذا كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله مربه دو كاسي أهاضي عالم كيف فتوناي معفوا عنه مثل عفنا مع عظم المفسدة الناشئة من فعله يظل لقبه لباتضى كردرنا يسي وين فعل كيس كردرنا أما قول كيس يفتودي سكردرنا فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى. عفين تل عفين أيوك كلا مع خفة مفسدة فعله يضل لقبه فعل كيس لبت أولي هاي إنو فدود يهي لرقبه وكي عمض هاي يعني سجل لعفيا أولى كسي دوان شبضا وشي ذا لبضا مدول بعفو وكيمني. نعم ها يفترقان من وجه آخر وجه كليكو كليتقيا. بعض أهل العلم وحي إلى ذان نعمت موضعا وكل الله استعماله وحي أفسرين إن يتاي حرف السدراك على ماذا قال كود بأساس وكر عبرين ما نسيد فادان يحاشي ديسا وكل شيء وكتابك وحويا نظم الفرائد كحاشي ذا أصاري وأضيعي كم إذا كنت المامي وكذا حواشي كلو تلمامي سنواتر تا او شيكتي استدراك اني تهي اما اصول فقه حواشي دا سيئيهين اما فقه لكن كتب اللغة بحي استدراك شيكي اما ارد محلقا يابا مركا ميل النادر كل ان لغو شيكي لكن كتب هذا معروف كورهنتا حروف تا كلمات كا ويتشيك النوع عصمي سنقل مركا هدي استدراك اي شيكي ان بعض اهل العلم اي سقناتو استدراك بالغو حنباريا ابن مريم هذه اللغة أنت سأين سونان وحي نغنى يسامرك إن التهي جواب السؤال المقدر سؤال لقدر أيه جواب تهدين يكرد أنت استناف بياني كأنه إلا يلي وجه مكوك لدوين نعم يفترقان من وجه آخر وجه كلا يكوك لدوين وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاده أوحي يا هيئن كني عالمك اجتهادي اجتهاد كيسن هذا الكويلي وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة وحانا أسونا ذي حق فافنت علم وفافنا أيو يو إحياء السنة نولين تصنة النولين أيو ما تنغمر فيه وحي مركا كوغر قوميسو وكل إحبابا إيسو أما كوغر سوميسو هذه المفسدة لباطضنا مفسدنا يكون قرسومي لباطضنا وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه إلى هنا وكل فرقيي عالمك مجتهد كأي مركة وحروحة جاهل كأ وشقا وكوكا الصاري فأثاب المجتهد على اجتهادي ومجتهد كأحسي أشر أيكسي اجتهاد كيس وأصاب العالم على علمه وأنا الثوابية وأترسي عالمك علمك سايوك أترسي صوابا يعني مركا أتر لم يشرك فيه ذلك الجاهل أنه لو ذاقين جاهل كاسي أنه لو ذاقين أتر أنه لو ذاقين فهما مشتركان في العفو وحيو ذاقان عفنت العفين أيو ومدن بقى أن عقوب الله قبر إن كي جاهل كي جاهل قال له عذراي علمك أن أسور قلين يا عالمك اجتهادي خطأي لبدو عفي وكسبي لبدو العفي مفترقان في الثواب حق أشركنا وكوكلا تقين حق أشركنا وكوكلا تقين
ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع عقابين يكون عضو مدى متيسن ومدى سروبين جليلا كان أو حقيرا ها هذا مد وين أما ها هذا مد مركا عن وينين هباء هذا به يعني مد يري مد وين بأ مد قدر كي سوين هاي مد قدر كي سوينين مد والبأ هذا مستحق هاي إن مركا العقابة مسلو قريكرت مستحيل وين فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين حلقة مرمانة إلا قصاره كاسمر كان مستحيل كان دعي كارين حديث كان إلا قصاره وهو عقابة العقابة يميد المستحق أهيل وإن لقصاره بطريق وضوء يشمل عميما يساء ما يشمل القسمين لبدا قيبوض بعميما يساء لبدا قيبوض سوكري شيخ وشيخ وعديري خلاصة دي سوحو كل عيا أدي للشرطية اللي إلى هذا إجماع ولما دو إسكوا أفقين أي الله شرطين يا حديث كعمل فلك لو عمل فلية وشيخ هو رواي إسكا عدها يبود بطلان كيسو وإسكا واضح أوضح وي أوضح وإلا إلى هذا أمد دوردم الأمة الإسلامية كلها قول كذا وإلا وذا أقادا وإلا كذا إجماعان لم يحج جيسان كره وأهل مستحيل عن لعكرين وحكار درنا إسا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما حجي سنكره وري قيد وهي أقال كي مركا اللي أقانا يهي أمد دوردن قول كودا علماء عامة يوحي كاقباني كي اعتقاد سين مصورة قالها كوا شيء مستحيل أقال كاس حالها ما علق بمستحيل فهو مستحيل وحي مستحيل لقوحه لأوه مستحيل يا مركا كأنه حديث كالنبي قال وعمل فلاباء مستحيل نتهي أي معنه دعي بطلان كيس هو أوضح الواضحات ومن أوضح الواضحات واتشي قال لبادة قصة أبسان علماء إن يكون إجماعان بالا شرطين يا كالفتيسة وقال كالأغان يا ما سهلنا عصري باكوشرا علماء قارنا وحي إلى هدين وقتي سلف كمركا لقي مادو وقتي قدم بإجماع مركا لأغان كرا مشرو بعض بس أمري لكن بعض بايلو لأغان كرا وصورة كرا على كل حال شيخ مركا وحم مري او لكاها ديلا الشرطية اللفتيدا وحال اورانا يا وحايدو كوكلفي علماء اجماعو ذا ان اسكوا ذا وافقسيهين وقال كودا للشرطين يا سورة ذا اسكوا وافقسيهين مركا سا حديث كان للدليل شنكرا سلا انا تلاهم حايدو كوحن باري وحايدو كوحن باري علماء مجتهدين ومسألة ذا خلافي سي اين وعيد كأقو ذا قيرين اولا اورانا معرض للوعيد معرض للعنة معرض للنار يا سي أن تالو أوران أيا مركا وحوية لاتما دين قيد كاس وعلما ذا وعيدك أو قبت بادسان اللي يبن ديجيه أما تحت خطر الوعيد أيه إن تاكبت بادسان با مركا أوكنته وحلو أوران يا يقو كريا ماها عدة معذور كأهي عما ذا لفتود وحدي مركا أيني مسألة ذا قرنين وأنا شيء قاسين وحراني هاي مر نبأ أين مقل مر نبأ أين مقل هنا يبرتانا أين أسرة جرين وحين أسرة جرين أما علمي قاعد وقف جايين وما سأيش علمي جمرك هذي حتى أصفران ده ما سأيش علمي جم وده وجان كران أمر دوام باب الصو إسلامين وقريب عهد بالإسلام سأسوي ده ما سأيش الشرع جم وده برهن مرة تقسيمين يا مال الدنباتين يا مالورنا يا شيخ حارانا هدو كل عقف في الصو إسلامي دوان أولي أن أغان شيئا إنو حاران يهي وكدن بابيا وآسل لعنات هدو كوبصان يا لعنة كل عظيم مالورنا يا مايا مالورنا يا ومعذور يا وهي عقل وحلقرنا يا إنو الشريعة دي وذي أغادا إساقو إمك دوان صو إسلامي أو نمان وذكرتا إنا ندعي كريم وكلفات دوكو كلفا يو وحمرك وحوي أن لكري كري. مرك ما دام يتأي تكلف ما لا يطاق. لو حكرنا يسأل إلا إنه معذور يهي. أي كيمانس. مرك. يسيد كاهر اللوجو عذريا كنا اللوجو عذريا. لبذا ميد والبا. معذور والنغنيا. هديل وحق ربتنا. إنه حاران خلافي إنه حاران كل عي. روح جاهل كأهي. إسقى قرنين.
يا عالمك إسقان مسألة ذكرنا إنه حديثك سوء قارن يا حديثك إسقان سوء قارن روح عن جاهل كأه إنه إسقان وحوي مركب كل دعي إنه شيء حلالي ويروح حلال حق ديب تكرر أنا إسمرك الله يقو وحي فربضن تي ديب تكرر أنا إسا كان وحوي مركب عالمك إسقان بفتوانه يا فتوى ذي سنة ضد كلاكو عمل فريا وطاع علماء ذي لها زلة العالم زلة العالم نا حاني تشناس باكو تشلا حركم بكو لدوي زلة العالم زلة العالم عالم كالسنبر حديث هو عالم السنبر حدي يعني ويزل بزلتي عالم معنو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أيو كدقين أضمرت ولا هو حلقة الشيء عمر إنه يري وحيالها إسلام كدومين يا كميتها أثر كي مركع عمر أتدري ما يهدم الإسلام زياد بن حدير وحكوي لما قرنا يسوح إسلام من دومين يا تنو الشيء وحي واحد دومين يا زلة العالم عالم سنبر حدي إسلام من دومين يا وجدال المنافقين بالقرآن وحكم الأئمة المضلين موضع الشاهد وحلو شيدنا زلة العالم عارم كسم بالحديث إسلام كوا الدمين إيسا بمعنى زل ذا إسلام لماذا كمان مذاها ليس من الشريعة ويخطأ العالم شريعة بريبكت عبد الله المسعود محيولي وحيولي أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه يا مسألة المفوضة مركي لويدي حول رأيي قيان كأرنا عن اجتهاد كيان كافتونا يا نص ما هيو فإن يكون صوابا فمن الله سيدان كفتو وضيها دي صواب تهي وصح تهي يعني إلهي بي وافتشي وتوفيق إلهي وي حق إلهي بك أهات وإن يكون خطأا فمني ومن الشيطان هدي قف أهاتنا حق النفطي دي حق الشيطان كي كأهاتي والله ورسوله بريئان منه إلهي يا رسولك سنبري بيكيه بري أيكي هذا مركا مركا حق ربط هاد كذا أنا يساعدين لي أقو مفسد هذا يدي بعثا مركا وحوي جفك وروح عامد يكوج في شيء حرانة أو قاتين وحلال يهيد ده بدنا كل دعي وادي بعثا استجاكو كمان لكن عالمكو دي بعثا وكل دعايو مركا وحوي مركا شيء حرانة ويسجوا قاتين حلال تهي وهي حارنتني مين أنا أين أمه قنين يا شيء جنوية هي شرعا شيء حارانة ويا لبتوا كل عيا وكبد أنت لبتوا كل عيا روح جاهل كاي وياه ده اللي بتدا إسق كاي من إسا وامد أنا إسق كوكبني متعدية وعد كلا أطلابيس ضد كلا كعمل فرعي معذورها هذا لكن لب كلا عد كلا أطلابيس هذا مرض هدي استجاب اللعود رأي أولي باتدي سي متعديتها هاي وخطئي سي ضدك لكسي عمل فريان يا استجاب هدي اللعود رأي دي إن جاهلك اللعود رأي نوابا كالنودة حقا معذور لماذا إسكامدوا يا مركا كالنقونا يا جيسوا أكوك للدوانان يانو وحقا صوابك وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجران علمك اجتهاد هذا خطأ أم أجروي مركا أشر كحقة إنه كجد وين يهوي سوق مصاب يهوي الأشر سيناي ما كان صنع يسوق جاس تكلا جاس تكلا إنه كجد وين يهوي كان صنع يس عرونا يجيهنا واس كجمد جهنا وكو كان دوين وأنا دعدا السادس وتشق لحد أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف أحاديث توعيد كوحكم ذا وح نص كؤه كعد صورة ليس خلافسية بتكعد النص كؤبا كم إذا مثل لعنة المحلل له سيدا كوح له محللي لعنة الله نعذر يا كلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رسوله عليه الصلاة والسلام وح نعذري كوح محللي يكلم محللي الله بضبا مركا كان وح له محللي حديثك قصة أروي وعيدك الشيء جاي اللعنة ده صورة لا يسخ خلاف سناب والنص كويه هيبو الشيخ ميلو أكو عادية
بلا كده جيسن سدوا مركا شخو وعطينا وش قال نص النمط وحده فإن من العلماء من يقول وحده علماء وحكم دعيد أورانا إسلام إن هذا لا يأسمه بحال كان وحلم حلليا مر نبا يسقو مد بابي مر نبا يسقو الدبابي ما يفق هذا قاربين فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول بحال وهي عقد جن محللات ده مرنا بالركن كما هي يا أركان عقد جاسلي هي سوكم بتشرم بقى أجنبي بكي هو كبحسين يا حتى يقال سلو يلهدو لعنة والله النعذرة على ماذا قال بس لا يجري مع الأسف لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل سلو يلهدو حلون النعذرة رميست كو رميسي هو اعتقاد سيء هي وجوب الوفاء لأوفياء واجب تهي بالتحليل محللات حلالين تاس يعني بلن بوكلا بلن مي بلن كان وقبا إن لأوفياء اللازم تهي فمن اعتقد أن النكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط وأنها تحل للثاني كوكستو اعتقادي إن نكاح هوري وصحيح هي والنكاح محللات وإن بطل هببر الشرط الشرط هببر به والشرط إذا مركه وحال للشرطين أيه إنه مركه أفر أيه أما حللات والصمين أيه الشرط إذا نوعه كسر وأنها تحل للثاني كلباتنا إنه حلال نقول إيسا أقبا عدك السوصي لا أقبتا شرد الثاني عن الإثم كلبات وحكم النيسي ومحلل له دنب وكم النيسي ووحو إيسا وحكو الدنب ومشى مطعم وكذلك المحلل صار سوى كلام محلل كابر لم يدبي له بعض بعورنا كان وح محلل يا لم يدا فإنه إما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما واي فإنه شأني إما أن يكون أموا إن وهذا كان وح محلل يا ملعونا على التحليل مثل لون نعذلي حلالين تو حلالين يوح محلل يوم مثل لون نعذلي وين وهذا مثل لون نعذلي وين وهذا أو على اعتقاده أما الرميسة كرميسة هو اعتقاد سين هي دراد يد مثل لون نعذلي وين وهذا أما الرميسة كرميسة هو اعتقاد سين هي أودد مثل لون نعذلي وين وهذا وجوب الوفاء بالشرط المقرون إن الأوفياء إن واجبته هاي الشرط قال لقول لما أنا بالعقد عقد قال لقول لما أنا فقط أكريه قدر كا لقولنا عذرا يا اعتقادك الشرط قاس واعتقاد سيء هاي الأوفياء إن واجبته هاي الشرط قال لقول لا رأي عقد قال بس بقى لقولنا عذرا إلا يلهدو أما وطا أما هو محللات اللفتي أو على مجموعهما أما هو اللي بدو إسلتشره وينو اعتقاد سيئ هين اللي فيين واجب تاع الشرط قاص مرلبات كان انه محلليبه صد حرامد بين قنيس صبر يتقسيم المسلمين فان كان الاول او الثالث حصل الغرض هدي وحلو نعذر يا ايت هاي ككواد اما كصد حاض ايت هاي والتحليل كأم محللي بالون نعذر يا هدي ليه اما اللي يراهدو اعتقاد كيو تحليل كوض الصعده إنه وفاء قاس إن شرط قال له في أي واجب تها إنه اعتقاد سنة فعلا نأو محللي لبدو إسلت شراء الله وظن عضلي إن لا يلهد وكصد هذا هذين لبدا متها أما ككواد أما كصد هذا حصل الغرض وتشدد وحصل إيس وتشدد ويحصل إيسايو وحن غنيا دين وحوي مركا دم بأنو كم مرنين وحكم تيستي أي تهي فعل كأو السمي أما اعتقادك وقدر أما هو قدر اعتقادك هذه لو قدرنا هو مجموعة إسر صلاة الله بضو إسر إجري وإن كان الثانية هدوية هاي وحا لقلنا عضلي كلابات فهذا الاعتقاد واعتقادك هو الموجب للعنة وحنقنا يا كواجبنا يو كإنسان يا لعنة اعتقادك أسال لقلنا عضلي حطيتها يا يعني وحوية وحنقنا يسا لعنة دوحة كإنسان يا واجبنا إنه اعتقاد فيها سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل وحيسكم ماذا إن محلل هذا حس الشيء إن حصل ما لا يلاه مركا كي عين كاعتقادية وملعون حلو لك
يعني مركا المحلل والمحلل له أيالا نحضري اللؤرن واي كاعتقادية إني يعني مركا أرن كاسي واجب تاي شرطي إن له فيها أيالا نحضري محل ورمي مركا اعتقاد كون هذو مركا نقضه وحال عنده كان صدي تحليل إنه دعوية إنه ندعين محلل هذين دعوين إنه ندعين فرق المكر هاي نغلس مر لي بوح ملعون كوية هاي اعتقادك بس وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو السبب اللعنة مر كان وحن غنيا كحديث كان لقوش شيغي والمحلل والمحلل له صابت اللعنة دينان وهاين حين لقونا عذاري إنان وهاين وصاب اللعنة لم يتعرض له صابت اللعنة دنا يعني مر كحديثكم مبن بحين أما لم يتعرض له لو ما بن بحين إلا مشي وهذا باطل كاسين وباطل وأرهم باطلا إلا يلاهدو وحلون عدله وحي هذه اعتقاد كأرميسين هي كريئة مركا تحليلك سلبا وإيجابا لعن الضم الصابين مركا إنسان تحديث كنا وحو الشيغية إن مركا تحليلك مركا النبي قوح كحرة تحليلك كحرة محللات كحرة اعتقادك محلل محللات كحرة مركا أرنك النبي حكمك كحرين إن لقمرنا يسي أرنك لؤان كحرين اللقو حراك إيمانيس وهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم لا والنبي حكم كيس اللي قد بتقى أيوه للي يهي أنصب حكم كوحكو يهي إن لا يلاه ذو معتقد يعني كاعتقاد سن يعني مركا أيا صاب اللعنة لي صاب اللعنة لي ثم هذا المعتقد انت هذا كان اعتقاد سن وجوب الوفاء ان له وفاء ان واجب تاي اعتقاد سن ان كان جاهلا هدو يهي جاهل انقرنا حكمك فلا لعنه عليه اللعنه دي مسار سيقول سو حبا كبح يدي ودمانت كو ضدع ميس وان كان عالما هدو يهي مد قرنا بانه لا يجب ان الواجب اهي وفنتس فمحال ان يعتقد الوجوب مستحيله ان واجب ما اعتقادي إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم ويانه إنه يبرك أي هاي رسولك مد أجان يعني مركه أخلاف هي أو دون أيه إنه مركه وحوي سيد النبي يقول لي إنه مركه دبق قد يه أجان أخرى مويان يا أو رسولك لعل الله يتمي أجان أخلاف هي ولي ما أساس سيد النبي فيكون كافرا يا وحمرك أن غنى يا قلب ومرك أن غنى أو فيكون كافرا يكون ذكر أذكى عذفته أو ده أظن نقض مركا ميت قال مويا فيعود معنى الحديث مركا وحن غنيا فيعود وحن غنيا معنى الحديث حديث معنيه سو حن غنيا إلى لعنة الكفار إن قال الله نعذلي توجان دون أي النبي صلى الله عليه وسلم إنه مركا خلافه أو كذا أي سيدا والنبي الشيعي صح دون أي هين سيدا كلاطع يا كأنه النبي قال الله تما يا أولي يا هاي مركا سيدي سماها سلموي تمركا وقالوا بي كأنه مركا قال إن لنا عضلي والكفر الاختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره كفر قلنا قارن وكما له وكما خاصها بإنكار هذا الحكم الجزئي حكم كان قاركا الجزئي ضفراد الله ضفر وكما قارها كفر يقال لمر دون غيره أشياء ذك الأين سوقري كافر وكافر فإن هذا بمنزلة ما يقول يعني وحي كان مركا ونغنيا حديث كان بمنزلة من كين مركا لم منزلي هاي ولم معني هاي أما لم يدي هاي يقول أرني لعن الله من كذب الرسول في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل هديو مركا الله أرن لهاي وكلا إلى هاي أن عدلك الرسول كبيني حكم كمركا كصاب صن إن طلاق الشرطين تلا شرطين أيوب جورك الله شرطين إياه إنه باطل طال مسألة ذا جزء جاء كرسول كمرك وحى كبيني إلى هيا نعذل تتصنع نوع سكر النصوص تكون مسألة لا ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا أنت أدب إذا كان وهذا العام عموما لفظيا عموم لفظي قال له نسبي ومعنويا يمين مرك وحى معناها له نسبي يعني حق اللفظي هي حق معناها بعام بكي يعني حوي اللفظي سوى لفظي عامه الفاظ عموم كاكسرا معنى اهانا صابت سيدا لو يري يا مقصود كلوغتش اذا هو عام وعموم
وهو عموم مبتدون وعموم لبلابي من جواب السؤال يا وحلم إذا كنت عيمه من وحوي مركز صاب لهمه صاب أنت دعضي سبت أود إن لفظ اللو يرمى وعموم كوا حلو قيب يا عم سابي يا عموم ابتدائي عموم كسابي وامح وعموم كصاب طلع سابي بالي هذا عم سابي خلاف بالي رجع ريايو دي عمومك وحون نغنى يا بحسب اللفظ يمسوي حون نغنى يا بحسبي نوع السبب خلاف يربع كلا جمهورك وحي قبان عمومك السابي قال لفتيسة حون نغنى يا هدو مركا كلام السيس مفيد وهو مستقل ويهي مستقل لأه حون نغنى يا عام لفظي قيس نغنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السواء مركا هو عموم مبتدأ عموم ابتدائي وعموم أنصاب لهين نبي يقول مركا وحصابه يدا للشيغي وحكم كاشر ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة عموم كان وكره ومثل هذا العموم لا يجوز مبنانا حمله إلا حنباره ولقو فصره ولقو أوله على الصور النادرة صوري النادرة وانبضي ودعين أما أي قليل تهي النادرة يتيسي أدعضا إن لقو حنباره ولقو فصره ما دعي كرته إذ الكلام يعود لكنا تنوعيا صابت واحد تاي هذا الكوحون نغنى يا مركا لكنة يعود وحون نغنى يا لكنة يعني وحويا أجنانيم نغنى يا بمعنى مد القصة انتهى فصح الآن يوعيا لابد وحوي لكنة إيو يعي وحلو استعمالا مد بعضين الآن قف هذا الكيس أنا عضين كريم ولا إذا هذا وألكن وخلاف أفصح أروح أنفصيح هاي وأجنانة أوحو الشيء جاي أنا عضين كريم أي من وصاص الله ما الجهل يجمع هذا الخصو هذا لا يعبر أي عن قرني إنما الشفاء العي السؤال على كل حال وفصح على أنت كتأويل من تأول وحين لم يتهي السيدة مركة التأويل كي أولي قوله هذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها أنكحت بأملا في عن حيث غري يعني قبل كستاء مركا نفتي ذا قوريسي أما نكحت بغير إذن وليها سيدا لفظي حديث قصار رطي قرستي إذن كولي قيدا لأنتي أما أنكحت نفسها نفتي ذا قوريسي نكح وحوي ولازم أدان دي تشديد يلقرين من غير إذن وليها وليقيد أقلانشوه أقلاضي لأن تيد قرستي أما النفتي ذا قرستي فالنكاحها باطل فالنكاحها باطل نكاح ذا باطل لقو أوله على المكاتبة قبل دي كتابة للا قرطي لقو أوله ومعنى هذا اللو اللي حيين لو قتشيده يعني قبل أدونه يعني عقد مكاتبة للا قرطي هشيس للا قري حولها أنت اللي هدات كينتو حرباتها وبيان نذوره حقا وكل راضي مسألة الشيخ الشيخ عوت الممية أحاديث توعيد كقاركود وحيكو عديهم بصورة لسو خلاف سنين سيال صورة لسو خلاف سنين مركا اللوغة صارا يقو قاركود كو بعديهم بصورة لسو خلاف سنين هو إن لقبحي أين اللعي بكر صورة لسو خلاف سنين مركا صارا يسيء ودعي كرتا تدوح تساري مسألة كو كوحلم محللا يلا عند الله نعذري النبي عليه الصلاة والسلام ونعذري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له نوح المحلل كوحلم محللا يا عقد جركن كماها على ماذا مركب بنين السنة وحي هذا يسق الدنباب بمايو ويا عقد جان ركن كأهين يا أركانتي عقد يوكم تشرو وحوق بضن يقص جان وحي تاي وإنه سيد هذا الشرط جاء إلا أوفية أي واجب إنه سيد اعتقادي. ده مركز تحليل ساقو مصة ما ينما اعتقاد كان لقون عضلاي. روح اعتقادي نكاحه رأينه صحيح يعني نكاح محللات دوي يعني. أو علماء قاربة وحيليه مركز روح وح محلل يا نكاح سوى صحيح يا. شرط جنوا بوريا. هدي حتى لقون شرطي وشرط جاء فاسد بوريا. عقد جنوا صحيح يا. كل بعضنا حلال بين غنيسة. عدة سلاطري كل بعض وكوحلم محلل يدنبي وكمرنا السنة يعني.
بل وحي إليهن كوح محلالة يا مركة مدن بابي ويوحو كدن بابي ومحي ما ينوح محلالي با ما ينو اعتقادي با ما ينو لبادو سلتشران با يا يعني كيبو محو كدن بابي هذي اللي يلا هذا وحو كدن بابي شيخ النقاشية أما كهرة أما كصدحات أما تحليلك أما تحليلك اعتقاد كون إسراعين لا بد من ذهب كدن بابي هذي اللي يلا دي صابتي وكدن بابي وعض هاي وحديث كالشيخين ومحللات بسمية يا تحليلك وكدن بابي مركة كلنا تحليلك وكتش له اعتقادها براعي كل يبقى وصفه النبي وكحره حكمك دنبي قل لقم ممر نيسين وكسوين هاي مركة دنبي شوابتي هذا الكي كلا أيو سكد بحرة هدول لكن هاي كلابات اعتقادك تنوع عاصي وحي النقونا إيسا إنه حوية اعتقادك ولا عندك كين صنعي دي مركة محللات دي يضوح بك ما كين صنع سلبا وإيجابا مركة وصفي النبي وكحر حكم كنا كمحرنا ميدان وكحر النواء لكين يعتقاد تاسوح النقونا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم سو النبي والشيغي كانه إلا ليه هاي إن التحليل كحر دو حكفي عن هاي إن اعتقادك لكحره يا يعني معناها كل لازمة يا صاصة معناها كل لازمة يا لازمك حلقوا في السنة يا بطلان كقولك أي عين كاسة النبي قال مركا إن لا يلاهدو سيدان كلا كهبونا دي لا يلاها مدعي كرتو ويمحاك ينصدي وصفك حكم كأنو كحر نايل إنو الشيغو كو كحر نانا آنو الشيغين تتكلم مداركته دي قرشده دي أي مركات هاي مراتب قاربسي أي فهميان عدي مركي الشيغي سو وصف حكم ككوحي ريس عدي سي أي تهي مركا وحوي مركا أفصح الناس أصدق الناس يا أنصح الناس تتك كو أغو مركا نصيحة بضن أغو علمك بضن أغو فصاحة بضن أغو بيانك بضن ميار دعي كرتا وصفك حكم كوحدنا إنن الشيغين بذانو كوحدنا إنن أي شيغان وصفك حكم كوحدنا إنن الشيغين يا مد أصارت إن الوحرة أين أهين إن كوحران ما فصح الآن يبين الآن باك يصنعي ما يا نبي قو أفصح الناس وأبين الناس ما هالحلالة هدال الشيغية تبين بو مين نبي قو الشيغية عضي مركا معناها عين كاسي صح من هنا هدي مركا اعتقادك أرهم كوحرية جاهل هدوية هايو آنو قرنين صدا إنن أهين دي معذور باب النغونا يا محال قلنا عذر يا مركا والعناد دي كبحا كجاهل كاي كاعتقادية إن واجبتها إن لأوفيها إما جهلا بي وقرد عضي وإما علم بي وقرد عضي جهلا دي وقرد عضي وإنو معذور نغضا علم يقول أنا الصورة قلها أما قريب عهد موها هدي علم وقرد عضي ويصاق وقرنا وقانو مركا ساويري دي الروح مركا النبي عليه الصلاة والسلام دون أي هذا الكيس إنو الدبقات ديو ومركا وحوي أرن كان نوعاس وكلاء خلافي علاد ساء السمين يمو يان عدك لما السمين لهي يتانع علماء ما يا مركا وحي نغانا يساط النوعاس كفر بين نغال لهي كفر هدائي مركا نغتنا كأنه إن قال لن نعضل أيو حكم جزئي محال لقون نعضل أيو ما كفرت لن نعضل سعى ما وصف عام ما لقون نعضل مسألة ذكار كعين كاسا كي كبيني النبي قال مركا وحي نعضل أيو محال مركا خصوصية مسألة ذو لذي تهي ما لا يلاه ذو مركا وحوين يعني قال أردن لعنة الله على الكفار مسألة يلاه تكال لفظ قن واللفظ عامة وأنا عموم ابتدائية عموم سابية ما سلو يلاه ذو صاب نوع سكوي مية وصاب تحصيدنا هيدو بحسب صاب عموم كيسو دعيا وعموم ابتدائية ما دام عين كاية هينا الصورة النادرة إلا وحن بارا مدعي كرتو يا صورة النادرة إلا وحن بارا مدعي كرتو مركا وحن نغنس التأويل باطل نغنس تأويل باطلة أي نغنس وحي لم يتي تأويل كمركا وحي مشايخ ذقار كذا أي أولين حديث كعام كأهي أي من امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل كو أولين على المكاتبة الصغيرة يا يعني وحوية تاسو كلي مركا وحكا لقنت لفظ قنوة عام وأيما وحلو استعمالها وصيغة عموم صيغة عامة صيغة عام أولي
marka siiqadii caamka ah ee suura naadira in lagu fasira dema dhici karto halka ay nagu joogo والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك